شكرا دكتور صبري. قراءات شعرية وإضاءة على حياة الشاعر العربي عبد الكريم الكرمي يقدمها الأستاذ إسماعيل نور، وهو من مواليد فلسطين 1949، حاصل على درجة دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ميشيغان. كان عضواً نشطاً في العمل الاجتماعي مدافعاً عن حقوق الإنسان والعدالة في فلسطين. ينشط حالياً في العمل ضمن إطار الهيئات والمنظمات الفلسطينية المحلية في الولايات المتحدة من أجل العدالة الاجتماعية. رحبوا معي بالأستاذ إسماعيل نور. مساء الخير. يعني بالصعوبة إن من كلكم 7000 سنة من الأساطير إلى الواقع الحالي اللي هو في أغلبه مؤلم وفي قليل منه مفرح. اخترنا لكم المرة هاي الشاعر الرمز اللي هو عبد الكريم الكرمي، ويكنى بأبو سلمى أو بأبي سلمى. والاسم الكرمي نسبة إلى طول كرم، وهو من مواليد مدينة طول كرم التي تقع على الطرف الشرقي من سهل فلسطين الساحلي. يعني شرق طول كرم تبدأ السلاسل الجبلية. هذه مدينة طول كرم مدينة أثرية وقديمة ومن المدن الأساسية في فلسطين. ولد أبو سلمى في هذه المدينة سنة 1909، وفي بعض المصادر بتقول سنة 1907. سنتين مش إشكالية كبيرة يعني. بالرغم من انه من مواليد طول كرم، الا انه كان يعني ارتباطه اكثر بمدينه حيفا، لانه فيما بعد عاش في مدينه حيفا والتي هي ايضا مدينه تاريخيه على الساحل الفلسطيني. عاش فيها وعمل فيها في سلك المحاماه، وكان محامي المدينه حتى شهر نيسان عام 1948، عندما أجبر أبو سلمى مع عائلته أن يغادر أرض حيفا إلى الشتاء، فكان قد اختار الذهاب إلى دمشق لأسباب محددة، لأنه عاش في دمشق وتخرج من الثانوية في دمشق وعشق في دمشق وأزيد ذلك ودفن في دمشق. فكان بدايته صحيح في طول كرم، ولكنه يعني عاش فترة صباه في مدينة دمشق ومات ودفن في دمشق. أبو سلمى أو عبد الكريم الكرمي من عائلة يعني من مدينة طول كرم جدا مشهورة بالعلم والأدب والفصاحة. فوالده والد عبد الكريم الكرمي هو الشيخ سعيد الكرمي، والشيخ سعيد الكرمي كان إحدى 8 شخصيات علمية هم الذين أسسوا المجمع العلمي العربي بدمشق في بداية العشرينات. بعد 1917-18 انتقل إلى دمشق واستجمع يعني القدرة مع المجموعة الأخرى وأسسوا هذا المجمع العلمي، وكان هو نائب الرئيس لهذا المجمع العلمي. وظل في دمشق حتى سنة 1922. سنة 1922 كانت إمارة شرق الأردن بدأت يعني بالبروز، وبدأت بأنها
تكون يعني دولة جديدة في المنطقة. فاختير سعيد الكرمي لأن يكون قاضي القضاء في هذه الدولة الجديدة. فانتقل من دمشق إلى عمان وسكن في مدينة السلط الحقيقة. ولكنه عاد وتوفى في طول كريم سنة 1935. لماذا نقول إنه عائلة الكرمي هي عائلة مميزة وتشتهر بالعلم والأدب والفصاح؟ سعيد الكرمي كان خطيبا وكان قاضيا وكان شاعرا، وأولاده من بعده كله بدون استثناء كان لهم مجالا، أو كان لكل واحد منهم مجالا محددا في العلم والأدب والشعر وغير ذلك. فنذكر منهم مثلا إخوة عبد الكريم الكرمي: أحمد شاكر الكرمي، وهو أحد الصحفيين العرب الرواد ومن وجوه الوطنية والقومية، حتى أن أحد شوارع دمشق لا زال يحمل اسم أحمد سعيد الكرمي من كثر ما كان يعني له أثر في ذلك الوقت. أما أخوه حسن الكرمي أبو زياد، فيعني اللي من جيلي يعرف من هو حسن الكرمي، اللي كنا نسمع مثلاً لإذاعة لندن البي بي سي ونسمع لحسن الكرمي يقدم برنامجه المشهور قول على قول، وهذا البرنامج هو لب الثقافة العربية من مؤسسات الثقافة العربية. فهذا أخوه الآخر اللي هو حسن الكرمي، فلا عجب أن يكون عبد الكريم الكرمي أيضاً بنفس المقام وبنفس الأهمية في مجال الأدب والشعر والثقافة. بما أنه من مواليد مدينة طول كرم، فبدأ في طول كرم حيث درس الابتدائية فيها في مدرسة طول كرم الابتدائية، وانتقل مع والده لأن والده كان يتنقل حسب وين تجي الوظيفة. فلما انتقل إلى دمشق انتقل مع والده إلى دمشق، ودرس أيضا في مدرسة الظاهر في دمشق الابتدائية، ولكنه انتقل من دمشق أيضا إلى عمان عندما عين قاضي قضاء، والده عين قاضي قضاء هناك، ودرس في مدينة السلط سنة واحدة، ولكنه عاد إلى دمشق مرة أخرى والتحق بمعهد اسمه معهد عنبر بدمشق. اللي بعرف الشام بعرف معهد عنبر وأهميته في تلك الفترة، وتخرج من معهد عنبر بالثانوية العامة، وعاد إلى فلسطين سنة 1927 عبد الكريم الكرمي، والتحق هناك بمعهد الحقوق الفلسطيني في القدس. فانتقل من السلط إلى طول كرم مرة أخرى، ومن طول كرم إلى القدس، وهناك حصل على إجازة في الحقوق وعمل محاميا في مدينة حيفا، ولذلك مدينة حيفا كانت ذات أهمية له حتى نيسان سنة 1948. زي ما قلنا قبل شوي، عاد عبد الكريم الكرمي إلى فلسطين سنة 1927 وعمل في التدريس في المدارس الرسمية، لكن قصيدة وطنية نظمها عبد الكريم الكرمي أثارت حفيظة السلطات البريطانية، سلطات الامتداد البريطاني، ففصلوه من عمله. هذا بذكرنا هذا العمل للامتداد البريطاني الاستعمار بعمل سلطات الكيان الصهيوني قبل أربعة أيام. قبل أربعة أيام اعتقلوا الدكتورة وداد البرغوثي من جامعة بير زيت. لماذا؟ لسبب بسيط واحد، أنها نظمت قصيدة في السيد حسن نصر الله. فيعني هذا على ذاك، وهذا العمل اللي بيقوم فيه الاستعمار والصهيونية وأعوانهم في المنطقة. زي ما قلنا، وحين وقعت النكبة سنة 1948 لجأ إلى دمشق
وهناك عمل مدرسا للغة العربية ومشرفا على البرامج الأدبية في الإذاعة السورية، ولقب بزيتونة فلسطين ونال جائزة اللوتس للشعر عام 1978. زواج أبو سلمى ارتبط برفيقة عمره المناضلة رقية حقي يوم 17/1/1935، وكان الزواج في مدينة عكا اللي هي مدينة زوجته، ولكنهم لم ينجب سلمى، ما كان عنده بنت اسمها سلمى، وما يعني ما تمكنوا انهم ينجبوا سلمى، لكن كان يقال له ابو سلمى ومعروف باسم ابو سلمى لسبب اخر، بعض المراجع تقول سبب شعري وهو غامض، ولكن بعض المراجع والقصيدة التي سأقرأها بعد قليل بتوضح انه لا، مش سبب شعري فقط، اذا كان سبب شعري فهو شعر كان يقال او قاله الشاعر بمحبوبته اللي اسمها سلمى اللي تعرف عليها بدمشق اثناء وجوده في الدراسة في دمشق لتحصيل الثانوية العامة. فأثناء وجوده في معهد عنبر أيام المرحلة الثانية في دمشق، وقيل بأنه تعرف على فتاة اسمها سلمى هناك، ومن شدة تعلقه بها كني بأبي سلمى. شارك أبو سلمى في أول اجتماع لاتحاد الكتاب الصحفيين الفلسطينيين سنة 1966، وانتخب لاحقا أمينا عاما للاتحاد، وكان أبو سلمى يحضر مجالس والده، لذلك يعني صقلت ثقافته من خلال حضوره لهذه المجالس اللي كان يتجمع فيها الأدباء والشعراء والكتاب والمحاميين ورجال الدين وإلى آخره، وكان يخدم عليهم يعني يقدم لهم القهوة والشاي وإلى آخره في بيت والده، بالإضافة إلى تنقله بين المدن وبين الدول سفيرا لفلسطين، مش سفير دبلوماسي يعني، ولكن يدعو للقضية الفلسطينية وينبه الناس لمخاطر الصهيونية العالمية وإلى آخره، وأيضا يعني الثقافة هاي زادت أو هذا التنقل زاده ثقافة على ثقافة مما صقل ثقافته وأصبح كما نعرفه الشاعر أبو سلمى. عندما عاد إلى فلسطين في 1927 اشتغل أبو سلمى وانضم إلى هيئة الإذاعة الفلسطينية مساعدا للشاعر إبراهيم طوقان، وإبراهيم طوقان معروف بالشعر في فلسطين، الذي كان مسؤولا عن القسم الأدبي، وانغمس أبو سلمى شاعرنا في العمل الوطني ضد الانتداب للدفاع عن فلسطين، كما أنه عمل في الإذاعة السورية والمحاماة، كما وتفرغ للعمل الثوري ومثل فلسطين في أكثر من لجنة للتضامن والسلم. يقول عنه عجاج نويل وهو مؤرخ في كتابه رجال من فلسطين إن الشيخ سعيد الكرمي وأبناءه يؤلفون رهطاً له وزنه في حركة الأذهان في فلسطين، ولا نكاد نعلم أن بيتاً آخر في هذه البلاد قام فيه الأدب وتبعه على قام به الأب وتبعه على دروبه أبناءه في حياته ومن بعده كما قام هذا المشعل. بيقولوا لي استعجل فراح استعجل. لأبو سلمى كثير من المؤلفات وله ديوانان، الديوان الأساس له المشرد، كما أن له أغنيات من بلادي والثورة هذه مسرحية، وأغاني الأطفال وكفاح عرب فلسطين وأحمد شاكر الكرمي دراسة عنه، والشيخ سعيد الكرمي سيرة ذاتية عنه، من فلسطين ريشتي وديوان أبو سلمى الأعمال الكاملة، وقصيدة أهداها إلى وليد بلاط. أخيرا عن أبو سلمى قبل ما نقرأ القصيدة، اتصف الشاعر بأنه شاعر متمرد ذو نزعة إنسانية عالية، فهو شديد التمرد والسخط على الظروف السياسية القاهرة اللي عاشها،
وهو ذو مذهب تقدمي ونزعة حرية، لذلك يتميز شعره أبو سلمى بعدة خصائص أهمها المحافظة على تقاليد الشعر العربي والإقدام وإلى ذلك. ومن نافلة القول أن نقول أن السيدة فيروز غنت لأبو سلمى عدد من القصائد، من أهمها قصيدتان، واحدة اسمها ابنة بلادي والأخرى اسمها داري، من ألحان الخوين رحباني. وإلى القصيدة، وقصيدته هذه بعنوان غدا سنعود. يقول فيها: خلعت على ملاعبها شبابي وأحلامي على خضر الروابي. وفي هذا الجزء من القصيدة يوجه خطابه إلى دمشق: ولي في كل منعطف لقاء موشا بالسلام وبالعتاب، وما روت المروج سوى غنائي، وما روى الكروم سوى شرابي. سل الأفق المعطر عن جناحي شدا وصبا يرف على السحاب، ولي في غوطتيك هوى قديم. هنا بأكد على الحب اللي كان عنده في بدك. ولي في غوطتيك هوى قديم تغلغل في أماني العذاب، وفي برداك تاريخ الليالي كأني كنت أقرأ في كتابي. درجت على ثراك وملء نفسي عبير الخالدين من التراب، ولملم في دروبك كل نجم وأنثره أضيء به رحابي. وعدت إلى حماك خيال شعب يطوف على الطلول وفي الشعاب. أتنكرني دمشق؟ وكان عهدي بها أن لا تلوح بالسراب. أتنكرني وفي قلبي سناها وأعراف العروبة في إهابي؟ أما لي في ظلال الديار حب شفيع صبابتي عند الحساب؟ كأنه يعاتب دمشق: فلسطين الحبيبة كيف أغفو وفي عيني أطياف العذاب. أطهر باسمك الدنيا ولو لم يبوح بي الهوى لكتمت ما بي. تمر قوافل الأيام تروي مؤامرة الأعادي والصحاب. فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا عن سهولك والهضاب؟ تناديني السفوح مخضبات وفي سمع وفي الآفاق آثار الخضاب. تناديني الشواطئ باكيات وفي سمع الزمان صدى انتحاب. تناديني الجداول شاردات تسير غريبة دون اغتراب. ويسألني الرفاق: ألا لقاء وهل من عودة بعد الغياب؟ أجل، يقول: سنقبل التربة المندى وفوق شفاهنا حمر الرغاب. غدا سنعود والأجيال تصغي إلى وقع الخطى عند الإياب. نعود مع العواصف داويات مع البرق المقدس والشهاب، مع الأمل المجنح والأغاني، مع النسر المحلق والعقاب، مع الفجر الضحوك على الصحاري. نعود مع الصحاب مع الصباح على الغياب، مع الرايات دامية الحواشي على وهج الأسنة والحراب. ونحن الثائرين بكل أرض سنسهر باللظى نير الرقاب. تذيب القلب رنة كل قيد ويجرح في الجوانح كل نابي. أجل، ستعود آلاف الضحايا، ضحايا الظلم تفتح كل باب. أجل، ستعود آلاف الضحايا،
ضحايا الظلم تفتح كل باب أجل، ستعود آلاف الضحايا ضحايا الظلم تفتح كل باب.